السؤال ببساطة أن إسرائيل عندما تقوم بضرب الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، تأتي هذه الفصائل لتستهدف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بدلا من استهداف إسرائيل نفسها، لماذا؟ وهل هذه طريقة ذكية أم طريقة يعني عشوائية؟ أنت كيف تراها؟ أعتقد بأنه رد فعل محسوب. لا يرغبون في أن يهاجموا إسرائيل في الوقت الحالي، لأن هذا سيفتح عليهم الباب على مصراعيه في الشرق الأوسط. إذا هجمت إيران فأنت تدخل حزب الله هنا، ونحن نرى حماس هنا ترسل صواريخها من لبنان فعلا إلى إسرائيل، وهذا يبدو بأنه توقف في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن يستأنف في أي وقت. فإذا إسرائيل تدرك بأنه سيكون لديها حرب على 3 جبهات. إذا فكرنا في الأمر، ليس فقط من سوريا والقوات الثورية الإيرانية، ولكن من حزب الله أيضا من لبنان، وكذلك من إيران وهي تطلق صواريخها. فإذا عندما يكون هناك 1000 صاروخ يأتونك دفعة واحدة، فهذا يسبب إغراقا إلى نظمهم بأكملها، لن يتمكنوا أبدا من إيقافها جميعا. وكذلك ذكر آنفا بأن أحد الأهداف ستكون ديمونا في إسرائيل، وهو مفاعلهم النووي. فإذا بالنسبة لإسرائيل هذا يعد تهديدا خطيرا جدا. والآن لديك قوات خارج إسرائيل قادرة الآن على أن تعيث فسادا في إسرائيل نفسها في أي مكان داخل إسرائيل تشاء، وأعتقد بأن الإسرائيليين مدركون لذلك الآن. كذلك الفصائل وكذلك إسرائيل، أو أنا آسف، إيران ستقود ميليشياتها لتقوم بهذه الأعمال وأن تبتعد عن مهاجمة إسرائيل ما لم يكن هناك أمر جسيم جدا ينبغي أن يرد عليه على هذا النحو، بحيث يبرر فتح 3 جبهات. وحاليا لا أعتقد بأن حتى إيران ترى داعيا لذلك أو تبريرا لذلك.